الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني الكرام، حينيس بدنا إن شاء الله تعالى برنامج سؤالي جوابه ومرتي نويه شيخنا شيخ حسان حسين آدم. شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير، حيث تريع تسيدة كيمانيو دتك مسلمين تسوماليات دلي دود بكنول atiyaas oo soo dhacay baraha bulshada si Facebook iyo YouTube ka oo ay aad u bateen. Waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaad isbuucii bishii mar su'aalaha iyo jawaabaha qabato si aad u noyaala insha Allah ta'ala. Caawin waxaanu bilaaban doonaa barnaamijka oo halku dhigiisu yahay ala saalu idha lam ya'lamu fa innama shifaa'u al-'ayyi su'aal. Sheekhna barakallahu fiik, fadl. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى مركو رماد سكالي، إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تسؤالها صوت ديرية يعدك استو مسألة دينية أباهن أو أسهل ويعدكها قبترتو أباهد ودى الدينية كفيسة. أنا شخصيا وأسكا مشغول بضانا هاي سؤالها نوعانا ندور وكوربا لسكود دي ويسعون وايين وظروف تأيي وقتك درتد بيسعون وايين هذا نحب بلان قادم هاي، لكن كل بسيد وحي وصورة قلال بينو أرك دونا إن شاء الله تعالى إذا كنا ما هتنتهين سؤالها أوجد بقى إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا سائلك حولي هاي وحن كنا والله هاي وضمد رجل البيت كا سؤال شيء وحيد هاي قال هذا سدان أو موجين كرا معاملة ونعكسن يدرس ونعك هنيجو إسكت دوريو إن أنقذ دعوة موالاة الكافرين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما بعد، مسألة كسابسا موالاة الكافرين قال هذا إن قعل لقد اكتو أما الله إليو إيو إن لغلا نقم نقم وناكسا وإسلام كأسو تشيدا ولما مسألون إسكهور إمانين إسكو بابنا هين حقنا إستيدين فهم دينة بأبهانتاي موالاة الكافرين مكالصو قابيو روح مسلم كوا حال الربا ماش ودوني بهاد شوقة أما فرنسي رجلبات كهاد شوقة أما أفريقيا هنلا شوقي إنه إسكا إلى ليو قاعدة يدات كان مسلم كأهين إنه أوجو هيليو أما كنت تاجيره نقن إياه حول دين تنا كردنا أما مسلمين تدب قوة لا بد أقود بإسكا إلى ليو دين كإسلام كواح واحد لبات أوجي سنة أما وحي اللين يا قال هذا كنت تاجر التوت أوجو هيليسو وكفري مسلمين تي إسلام كشيعين أي واحد دب أي أو دب كوا عدد أوجه لسان كفر كلاوي مرك قال هذا واحد كإن الله لسان إن أوجه لسان كنا تاجرتان رقم ماذا أقواشة وشيدوين ك رنك ك دب كنا كوا الدين تينا إسلام ك يدد كرمايسنا مسلمين تا أنت عدد كبد بعدان وحوي موالاة الكافرين واتكبد بعديسا رنك كله قالوا وحي مركا شرعه قلاضي والله إحسان فالكرا دو كافر كحرب أسنا هاي عدالتنا الورق مواجب كافر كام حرب هالنقضو أما معاهد هالنقضو أما ذمي هالنقضو أما مستأمن هالنقضو برقي إحسان كعدالت رقم وناق إسلام إلا توسو هن لغو رقم لوغر صورو كودا مدن لون حريستو وايل كودي عرضو لون حريستو قال كان حرب قاين وهي شرعي وفصحي لو عاويو اما لو ترو وحاسو دنبا وا رقمون وناكسن او كينيا قالدا ان اسلام لو سو جيدو روح مسلم كان واجر كيليو مركا قران كو وا كلا قاداي موالاة الكافرين ايو برغي عدلغي احسان الله وا كلا قاداي شقول لا اسكو مالها هوينيدا دميه دوا لا غورسدا كتابي دوا لا غورسدا كودا أن حربك أهين إن وناغ لطرو لكالميو لو إحسان فلو إنتو ويبنان تاي أما عدلقو إيا قرصوركو وواجب في كل حين ومع جميع الأحوال وجميع الأشخاص إنتو ومركا يدو ومسالة دينيد وحال الله إسكا إلاني موالة الكافرين وحاوي إن آذان كاقيب قادنين هولاي قال وطان أو دين تينا إسلامك لبو قيسانيس أما ضدك مسلمين تا لبو قيسانيا لبدا قضبات إسكا إلانيسا مركوات كبد بادئ سام ولا الكافرين رن كنا وحكوب بنان وانصوت الماني بالرجاء إحسان كعدالة دا ونحرس الشدة قال كأن مركا حرب جا هاي دقن كونا كسنة أقول يذكرتو وإن التزامتو ضد الإسلام كادي عزيز نما أقول دقنتو رن تقول دقنتو بنت إسكا إلى لسه هذا خائمين وحول بوم مسلمين تو نحوك هو ناكسن مركا إياك ولا دقنتو
de islaamka baad jecelaysiinaysa falkaadi iyo dhaqankaadiba ummada diinka ugu yeeraya laakiin marka diinkaada ku dhaqmin adaa ummada diintii ku dirahaya Allah subhanahu wa ta'ala a'lam athabakum Allah sheekhana sa'il wuxuu leeyahay su'aasha labaad waxa leenahay committee matasha hadaan nahay dadka muslimiinta ee galbeed ku nool committeega waxay ku dhacaan akhtaa sida hadda anaga noo muuqata akhtaada waxaa ka mid ah kow inay qofka doonayo islaamka inuu soo galo shahaadadiisa dib u dhigaan ay dhahaan ku celeeyaan ama ay yiraahdaan mas-uulkii buu maqan yahay rayiskii baa maqan sug dib ugu dhigaan islaamnimadii labo inay salaada jimco dib u dhigaan haddana ay ku bixiyaan luuqad ajnabi ah labadii khudbaba saddex inay qaateen dhaqamadii reer galbeedka ah oo markaa ay beddeleen magacii islaanta oo islaantii iyo isaga isku abtirka dhigeen isku nasab afar inay akhriyaan jimco walba qur-aanka oo dhan iyagoo xirsi xira uga dhigaya muslimiinta shan ninka amiirka u ah inuu yahay mid jaahila haddana ka fatwooda umuurta diinta isagoonan aqoon u lahayn sheekh raayigiin muxuu yahay arinta communitiga arayigaad ka qabtaan iyo diinta islaamka waxay ka qabto maxay tahay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد سؤال بضم بعد فايل قليسو إسرائي سينا يالكار الرابطة وناك سنيد كل بيوحي عن كحسوستون بان دول مريوحي عن المامانة وادي حسنين دونتان إن شاء الله تعالى مسألة دكو بادا كساب سن ضد كائمان إيا مراكز تا إيا سنترضى مسلمين تا إيا دون إيا دين كإسلام كان إيا سواق غلال مبانان إن ديب لورد يغو مركي عوصدان إيا دين تا إيا سواق غلال مركابة وإن شهاتين كالله قبتو محايا لكفرغو وأعظم المنكرات عند الله وعند المسلمين بالإجماع كفر ومنكر يدن بكوين مشهورة روحي قال كامركو إنو يمادو روح أصوه الرئي ويرا إسلام كان رباه يدين كان عن قلان رباه بلدونا يهردن وشهاتين كوقبتو لا إله إلا الله محمد رسول الله بالله قبانيا والله ميرنيا والله لقينيا وحي انتا كدن بيا أيا لو رادنيا أحد أقوان لدين تفانسية وأركان الإسلام كي أركان الإيمان كي صلاة دي شروط دي ويسا دي اقتصال كي اللوب بهانا هولها أشرحها لكن سو قليد الدين تا ديب لوما ديكي كارو هل سكين هل دقيقة ديب لوما ديكي كارو أيضو اللي أعوذو ولذلك فقهادو اسكو ما عندافين روحي قفكي وإيما دو قال دون الدين كي سلان كينو سوق قالو ويدا دا إي أركادي حدو إي صنقو ديب إي أرقا مكو قالو بيا مسكو ما قالو بيا ومسألة خطر تداله حنفيه ذو كهلين مالكيه ذو كهلين شابعيه ذو كهلين حنبيه ذو كهلين علماء بضنبا واحكو كتاقين إنا يقالميه كفر التاي ورأي الجمهور نوال لا يدادا وذا دانا ومعسيه كبيرة من الكبائر ويه يقالميه مقارس سنة يدادا مركا ومسألة عليس كالي وخطر تالي مبنانو مركا أشخاص تا إيا مراكز تددك تشوغبا قال أي مد أي الإسلام كربائنا نصوغ قالوا إن دبلور لغو ولا دقيقة واحدة لما أقوله مركز تحيدك الله قبانيا كدب وحي شرح أي فافاهين هل لسوا عيد أفكا تقان أما كفي عن أرمها الدين ده. لكن مركا كوبات بوائن إسلام كي يتوحيدك الله قبته هذا يدعى إن دبلور لغو أيضا واحد ضرورة أي سنشرين وإن لأس أفهم وأيو كلمات تلان أي سنشرين وحاوية روحي ديبو ديغا مقالو بي مسوا مسلم بامورا كتاليا مسالة دا صور را عدية كساب سانايد مركا لغوان تبادغن كأساقا هان لسكادة إلهان لغا عبسودو مسالة دا كساب سان سالة دا جمعة دا ديب ديغي ديدا لما أقولو ومسالة بناني وقت قد هدو قولو حلي قد اللي قارو وإن مدلة تجيو لقن نومالهن نبيو عليه الصلاة والسلام يا صحابادو هدان كولي الحدافة او سنشرين إن ديب لو ديغا سالة دا جمعة دا وانا بدعي واجد من ربنا ومية باللابين مسلمين تمرك ملي جوغان با واني كوان توبان ويبيكسدان رقق صوبنا عليه الصلاة والسلام يا صحابة يا خلفاء الراشدين قيبت كسب سن اف اجنبي كخد بيان لغة عربية هدي لك قراني او لهلا احد قراني كخد بيان كرا شرعيا ما بنانو ان افكار لغة خد بيان اما انجليش هنغضو اما اف صمالي هنغضو اما لغة كلا هنغضي هدي اللي هلو يا أحد كخد بين كرا عربي مالك الجمعة ذا ما بنانا إن لغو خد بيو أفان أف عربي كأهي وانا بدعو ما بنانا محايا إلي حلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة خلفاء الراشدين يا تابعين تي عودوا سلف ويتشيرين ضد إسلام كالصوغة وانا أف عربي كأقونين
بلاد عاجمة لقبتي إسلام هم مال بدن بوغاري عسيغان هدا أدن بي وحكه الرئي أو كخد بي أف أن أف عربي كأهين لما هايو دور كون دور كو بقول السنة مسلمين تو عربي أن بكخد بي انجرين إذن وحاوي إن الوخد بي أفك لبدع النقونية محايا لباهي الله وخد بي أفك لحلق نامحد ويجردي وحما نعو أدي ذا يرب متشيرين وكور استاغيي إذن وأشهدوا إن أفكار عربية الوخد بيو كتجد يسنوا بدعة لإماشين وصن قاعات البدعة أيانا إسأهز جليسا هدي أُجر مقتضوه حيل النبي محمد ما يعنى أُسنجر فتركه وحويان صن إن لقطع أفكار ودم وصن إن الوخد بيو عربية أفن عربي الوخد بيانا وبدعة إن الوخد بيو عربي وصن قضية دمرك وقضية سدا وعاد وأنا رأي جمهور أهل العلم حنفي هذا خلاف دنبكي أنا إسكا كل سنة أصل إليهين وحتى قرآن كإن لغة أخرية كرو لغة فارسية أي أف عربي وحان كأهن وصلاة الوقة لكرو وأذكارت اللي بدلي كرو وهو الخطر وذا دانا قال لمن لازمية بأس كتشرة أصالة ما بنانو أيضو اللي أوضو أفان أف عربي أهين إن لغو خد بيو ما بنانو مساعدك اللي لغو خد بيانا هداد مساعدك اللي هلي كرتو أف عربي لغو خد بي آت جمعات هذا مركة مران إيا خيلة هسك قلنين إيا ما أصحي ما أصحين نبي يصلي كما رأيت أصلي بيوري جمعة نبي عربي كخد بنجر إساس ونكت كنجر نك خلافة وأن بدع لي مد هذا يصدر روع عنين قضية داسنا وقضية دا قضية دا كصاب سن نمان ك مسؤولين تها قيوب كم إذا وحي سميان إن دمر كأي قبين إن يجوز هو أبتريان وأوه كلاي راعيان أيضا قضية دا قضية بنان معها وحاران إلهي سبحانه وتعالى كتاب كسوح كيل أدعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله تذكوا أن الله بقى يبود إن نصب كيسي أبتك سلا يقان الروح إينا لا أقونين روحا لا أقونين مقعي سال الله وشي لو يري وانا ولا المسلم ألقى الله نافي ما يقول روح الله يقان أبتر كيسي أبيه ويدي أبيه بالله أبترنا إياه منا قولوا إن هدان ضر رئيسا وعنين إن روح مقعيس مقعان أهين لو تيريو تنمر كهذا أتشكتين أمسائلكو إنا ويديي وحاول قصابسا مشابهة الكفار ورقن قالوا أقوني خصيصا من خصائصهم وي إن لو وافق ما بنانو نص قرآن نواكيم نصوص كستيميت صحيحين كأي صورا كنواجرتا نكو النصب شكتا به آباهن كأهين أوغا أوغا كأهين نصب وصن لهين فليتبوى مقعده من النار وحديث رواه حديث كله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وحديث وكبير من الكبائر كورد ما بنانو إن إنك ذكو أبترسته أيضو نصوص تاس إسكيل على ليس ما بنانو قال هذا إنه شبهه أيضو كفقان ليس إن قال نقن أخاص اللغو شبهه اللغو إكاده ما بنانو أيضو بهدي ليس أو ريرك وذي قويس كويد قرصان ليس ninka ay gursateen ay ku raaxaysaa oo shaayada ah arrimaha soo dhanbaan loo ogaleeyay in culimada oo umad markaas u jooga hawsha inuu sameeyana wayba ka sii daran tahay dadka umada wanaaga loogu noqdaa horyaal iyo xidig wala qudwata fi suuq inma al-itisaa'u fi al-a'maal as-saaliha qadiyada marka waa in laga waanto qodobka iyo dambeeyay su'aalahaadu maxay ahaayeen quraanka ayay maala walbo jumca akhriyan ayagoo u akhrinaya umada ilaahay umada muslimka meelaha joogta rabbina ku dhowro ومسألة حقوق تفصيل أباهن إلا دور الشدة إلا دورتين مالك الجمعة وبدعة إضافية بدعة إضافية هذي فضق إليه ذا جمعة يهولها وخاص كإلهي يا رسول كيسو كل شيء جمعة أي أباك سنة يعني ويساء أقوني إليه تخصيص كأسكا بدعة إضافية ونقونية هذي لكن ظروف تودو يفراق تودو يوقت تودو وكاني مالك الجمعة بس إنه سهلان ومعلمها كلاي مشغول سنين وحدي بمركة مالها تخصيص كأسكا quraanku in la akhriyo oo loo akhriyo mad ilaahay ku dhowro oo ku barakeeyo ku ilaaliyo waa tawassul bi asmaa'illahi alhusna wa sifatihi alula wa si guud marka la eego wax dhiban oo ma arkaa anigu quraanka in la akhriyo oo loo akhristo ilaahay umada ku ilaaliyo ku dhowro wax lagu tawassul wax asaga ka wanaagsan ma jiro laakin la dhowrashada jumcada ayaa dareenka ka jira hadaan firaaqo uun iyo kan shalani aan loo beegsanin bil caadafi noqonaysa maxaa ku dhiman su'aalihi raiska jahilka سؤال شكو صابسن مركز كنينك توقعي وضعي كأهابا وانين جاهلون دين تأقوني ومع ذلك مسائل كدينات بكفت ووني وهول خطر تيدا له وهول خطر تيدا له مبنانو بإجماع المسلمين نمان مسألة قرانين أما عالم هنغضو أما عام هنغضو إنو كفت ووضو
وكبيرة من الكبائر بل ودنبت أواوين بل أصل الشرك بي شغل كل هذا وأن تقول على الله ما لا تعلمون مرك وخطر التقول على الله والافتراء عليه والكذب على الله وعلى رسوله بكل لازمية وإن لا إسك إلى ليه دين تنما أقول إن كما هل ذكره مسألة حيثيات كذا أصوش كذا دليل كذا ماشي كتمن ماشي أصعطه نفهنسن وباكفتون كره يصنع عالم بنقول لكن عام وحتى هذو مسألة قرنا يدليل كذا يحكم كذا وشيء كره لكن نين عن دين تقرنا ينن ومسألة أقول إن فتوى لويدينا ودنبي إنه أصوغ فتوضنا ودنبي اللبات إن لقرع أنا ودنبي صدحات وإن انتاب الله إسك إلى ليه ضد كان إلهي أي كعب صدان أمدنا هوش أي كبرى رجسه وحانق إلهي سبحانه وتعالى كبر ينا أمد داسي إنه خيرك وفتي حمانا وكل ليحي أسك أول له سؤالها ثابكم الله شيخنا سؤالها قيبت أودن بيسي سؤال شنو حيلا ذا شيخنا لجنة السداسة كورني بساجدي إي سنترة ذيك عانتك هيان هانتذا مسلم هانتذا أنكو بحنين مساجد أنسينينو iga moodiib karnaa way iga moomarin karnaa bisawalan haysanayna waxaan ku bixinay masajidda ee santarada bismillaah ee santarada iyo maraakiista islaamiga ay joogan ee muslimiinta iska leh wa biyood ilaahay oo ilaahay dirti loo dhisay oo ilaahay in lagu caabudo kaliya loo dhisay dan guud way muslimiinta dhan ba iska leh masalix guud bay ilaalinaysa yaan la goynay masajidda wax lagu bixin jiraa lagu bixiyo hala taageero hala garab istaago nimanka khaldan hadda la sheegayna inta la waanin karo ee xaq loo sheegi karo halloo sheego munkaraadkan halagu inkiro marka munkaraadkan in lagu dafiro oo lagu qoonsado looga digo lagu canaanto la daba istaago laga reebana hal labado yaan laga daalin maraakiistan yaan la baylihinin laana maraakiista dayo la baylo way dubaysa ummadii dhalinteeda iyo shacabkii muslimiinta ee masaajidda ku xidhnaa iyo haweenkii caruurta dumarkii baa dayacmaya burbur baa dhacaya marka danta guudna hal la ilaaliyo xumahay faraha kula jiraan ha laga waaniyo ilaahay laga cabsado الله سبحانه وتعالى أعلم جزاك الله خير بارك الله فيك حياكم الله